السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hello everyone, welcome back. Nice to see you again. Today, inshallah, we're going to continue Unit 8, Lesson 5 and 6. Please guys, أنا عايزة أطلب منكم طلب. عايزة في هيظهر لكم لينك دلوقتي للقناة اللي هينزل عليها بقية الفيديو، لأن أنا عندي مشكلة مش عارفة أنزل فيديوهات طويلة على القناة ديت، بس لحد ما توصل مع الدعم وإن شاء الله بإذن الله نحلها. هتلاقوا الفيديو بالكامل على القناة ديت، وما تنسوش تشتركوا وتعملوا لايك وتكتبوا لي في الكومنتات إيه اللي ناقصكوا في يونيت 8. إحنا إن شاء الله بإذن الله في الفيديو ده هنخلص يونيت 8، سواء نزل هنا بالكامل أو نزل في اللينك اللي أنا هسيبه لكم دلوقتي اللي هيظهر قدامكم في الشاشة. Unit 8, Lesson 5, Writing. Lesson 5 بيتكلم كله عن الرايتنج. What can you see in the photo؟ تعالوا كده نبص على الفوتو. What can you see in this photo؟ Read and say. How did the writer feel at the end of the day؟ يا ترى الرايتر كان حاسس بإيه at the end of the day؟ At the end of the day أو في نهاية اليوم. Great grandma's birthday. زي ما احنا شايفين في الصورة دي عندنا هنا حفلة عيد ميلاد، ودي الجراندما او جدته او تيتا، وده البيرث داي بتاعها، جريت جراندماز بيرث داي اللي هي جده الجده، يعني جده مامتنا. 2 years ago، نخلي بالنا من ago، احنا قلنا في الباست سامبل، فاكرين ايه هي يا اولاد الكي ووردز للباست سامبل؟ نقولهم سوا مع بعض. yesterday last ago، yesterday last ago. اول ما الاقي yesterday او last او ago في آخر الجملة أعرف على طول إن دي past. تمام. 2 years ago we had a very special party. طيب had is the past of what؟ had دي الباست من إيه؟ من have. We had a very special party. كان عندنا حفلة مميزة. My great grandma was 90 years old. ما شاء الله عندها 90 سنة. All my family came together to celebrate. كلمة celebrate مهمة جدا. كلمة celebrate معناها يحتفل، يعني to have a party. All my cousins ولاد العم، aunts عمادي وخالاتي، and uncles اعمامي وخلاني came. We had a huge picnic in my aunt's garden. Picnic يعني نزهة. There was lots of food. كان في أكل كتير زي salad, meat, fish, bread, cakes, cookies, and fruit. ونخلي بالنا يا ولاد عشان احنا عندنا سؤال في الامتحان اسمه punctuation. البunctuation ده اللي هو علامات الترقيم، لما يكون بيذكر حاجات كتير من نفس النوع أفضل أحط كوما 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 وفي الآخر أقول and كذا. I ate a big slice of chocolate cake. هي ate دي الباست من ايه؟ eat. I ate a big slice of chocolate cake and I drank اللي هي الباست من drink. I drank a bottle of orange juice. I also ate some salad and fruit. I played games with my cousins all afternoon. We ran اللي هي الباست من run. We threw a ball اللي هي الباست من throw بالO. We sang الباست من sing. We sang happy birthday to our great grandma. It was a very special day because our great grandma was very happy. She liked seeing the whole family and we had fun. يعني قضينا وقت ممتع. We had fun. دلوقتي بقى يلا بينا نروح لpage 38 ونحل الquestions. Question number 1. What was the special day? What was the special day? كان ايه اليوم المميز ده؟ اهو. It was great grandma's birthday. يلا نكتبها سوا. عشان بتقولوا لي في الفيديوهات مش بتكتبي لي، اديني بكتب اهو. It was great grandma. على فكرة مش ما كنتش بكتب عشان ما كنتش حابة ان الفيديو يبقى طويل عليكم وتحسوا بملل اثناء الشرح، بس تمام ما دمتم عايزيني اكتب اديني هكتبه. يبقى
What was the special day? It was great grandma's birthday. Question number 2. كمان عامله لكم هايلايت على الانسرز هنا. Who was at the party? يلا يا ولاد. Who was at the party? مين اللي جه الحفلة؟ My cousins, aunts and uncles. بس مش هينفع في الانسر اكتب my cousins. هنقول ايه؟ The writers. يعني الكاتب. اعمام الكاتب وخلانه وهكذا. The writers, the cousins. كوما aunts. قلنا ما دمنا هنذكر كذا واحدة نقعد نعمل كوما لحد ما نوصل للاخر. And uncles. تمام كده. Full stop. في الاخر خالص احط full stop. تمام. Question number 3. What did the writer eat? الرايتر اكل ايه؟ قال لنا هنا I ate a big slice of chocolate cake. We drank a bottle of orange juice. طب هو كل a big slice of chocolate cake بس؟ لا، كل حاجات تانية. قال لك I also ate some salad and fruit. يبقى هنكتب، طبعا مش هنكتب I عشان انا بتكلم على الرايتر، هقول he ate a big slice of chocolate, a big slice of chocolate cake. And some salad and fruit. Okay, كده تمام. تمام. Question number 4. What did the writer do? الرايتر عمل ايه؟ ايه اللي هو عمله في الحفلة؟ I played games. He played games with his cousins. هنكتبها تبقى إجابة طويلة شوية بس هنكتبها سوا. تمام مفيش مشكلة. He played games with his cousins. بس كده؟ لا، ده هو قال لنا إن هو عمل حاجات كتير جدا. He ran and he ran through the ball and sang songs. كل دي حاجات هم عملوها في الحفلة امبارح. يبقى number 4. He played games with his cousins. He ran through the ball and sang songs. طب يلا نروح للquestion اللي بعديه. Why was it a special day? ايه اللي كان مميز في اليوم ده؟ It was a very special day because his great grandma was very happy. يبقى هنكتب because his grandma was very happy. Full stop. ما ننساش بقى ايه اول first letter capital، اول حرف capital نحط full stop. مش عايزين ننسى الحاجات دي عشان الحاجات دي مهمة جدا. تعالوا نروح لنمبر 4. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وتتابعوا بقية الفيديو ده على القناة عشان انا مش هينفع انزل اكتر من 9 minutes او 9 دقايق. بقية الفيديو ان شاء الله هيبقى على القناة التانية اللي انا هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف، وكمان هيظهر لكم اللينك بتاعها دلوقتي حالا بتاع الفيديو بقية يونت 8. تعالوا بينا نروح لـ question number 4. Think about a special day. Complete the table with